ودك تعرف كيف ممكن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تساعدك بتقليل نسبة كبيرة من قيمة استهلاكك؟ أنا أقول لك، البطاقة باختصار تسهل عليك الاختيار. مثلاً لو شريت مجموعة من الأدوات الصحية بعضها عليها بطاقة ترشيد استهلاك المياه والبقية بدونها، المجموعة الأولى تقريباً راح ترشد 30% من المياه مقارنة بالأدوات الباقية، يعني بتستهلك موية أقل بكفاءة ممتازة، وما راح تلاحظ أن الكمية اللي تستخدمها أقل من غيرها من الأدوات. وعشان كذا احرص على بطاقة ترشيد المياه وبتدوم القطرة، لأن القطرة ثروة. البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه، قطرة.